زين عام 80 أنت في دمشق وسمعت بنبأ يعني إعدام السيد الشهيد. نعم. أقمت مجلس عزاء كبير لأول مرة في الشام، يعقد مجلس عزاء في صحن السيدة زينب. كان النظام السوري يسمح لكم؟ أنت تعلم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد كان ينقد صدام، كانت أكو خلافات أيضا للحوم. ينقد صدام ويكرهه ويعلم بحقيقته، والحكومة السورية كانت تعلم بوجودي وتعلم ب يعني العلاقة بيني وبين الإمام الشهيد الصدر قدس الله نفسه، ولذلك أجازت أن يقام هذا الحفل التبيني. في اليوم الأول أرسل الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد أحد وزرائه معزيا وقال لي بالحفل الراحل: الرئيس يقول هذا المصاب ليس مصابا لكم فقط، وإنما هو مصابنا جميعا.